الصحراء هي مغربيه، احنا ما عمرنا محتاجين الاعتراف لها لان التاريخ يشهد بذلك، الحفريات كتشهد بذاك الشيء، الادله المورفولوجيه كتشهد بذاك الشيء، والتاريخ اللي عنده العقده من التاريخ هو اللي كيقدر يشكك لك في التاريخ ديالك. ما يمكنش دوله تشكك لك في تاريخك ولا في الوحده ديالك الترابيه الا ما هي هذيك الدوله كان عندها مشكل هي بحد ذاتها في التاريخ، ولا ما عندهاش تاريخ، ولا ما عندهاش واحد المرجعيه ديال الجذور، يعني الجذور واحد الجذوره اللي ضاربين في الاطناب ديال جدودهم والعرق الاصيل. هذا من جهه. ثاني حاجه فامريكا ما نساوش ان المغرب اول دوله اعترفت بالاستقلال ديال امريكا فهي المغرب، هي المملكه المغربيه الشريفه هي اول دوله اعترفت باستقلال ديال امريكا، وهذا يعني ممكن لان يتني الصداقه والتلاحم الاستراتيجي يعني الكولتورال عبر التاريخ اللي كيجمعنا بامريكا، اللي كيجمعنا بامريكا قبل منها قبل من الاعتراف هو الى شفنا التاريخ كاين مصطفى الزموري، مصطفى الزموري او ملقب مصطفى استيبانيكوس، هو اول واحد اكتشف مدينه او اللي اكتشف الولايه ديال ميامي ولا الاراضي ديال ميامي في العهد ديال هذا الشيء. باقي مكتوب باش ما يجيش شي واحد اللي من شي بلاصه ويبدا يدير ديك ها في مواقع ديال التواصل الاجتماعي، غنقول ليه غير سير قرا المرجع ديال كابيسا دي باكا. الكابيسا دي باكا هذا رحالة اسباني ماشي مغربي باش وما غيشهدش الزور، اللي كتب على استيبانيكوس مصطفى الزموري اللي هو اللي قال تيرا تيرا ملي لقاو الاراضي ديال يعني فلوريدا والجهات كاملين. اضف الى ذلك الى كنتو شفتوا في الحادثه اللي كانت طرات الفلويد اللي كان مات على يد واحد شرطي امريكي، وجاو ناس وكنقولوا هاد الناس هادو مبين عليهم في وجههم ماشي مغاربه وهازين درابوات المغرب. منين جاو دوك درابوات المغرب سيروا قلبوا، حيت ما كاينش درابو فيه شي هلال ولا فيه شي حاجه، كاين درابو ديال المغرب. حنا ما دورناش معاهم باش يهزوا درابو ديال المغرب، ولا مشيتوا غتلقاو التمثال ديال استيبانيكوس ديال مصطفى الزموري تما اللي هو مغربي ولد ازمور. هذا من جهه. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ على ود هذا الاعتراف ديال المغرب ديال امريكا بمغربيه الصحراء، ولا ان مغربيه الصحراء هي تحصيل حاصل عبر التاريخ وماشي غير الصحراء، راه اراضي كبيره ديال الامبراطوريه المغربيه العلويه اللي خاصها تكون ديالنا. حنا ماشي كناخذوا الاراضي ديال الناس وماشي كنبغيو، حنا بغينا حقنا، يعني المجتمع الدولي عارف ان ذاك حقنا، والتاريخ عارف ان ذاك حقنا، واللي ما عندوش تاريخ راه كيكون ديما عنده مشكل مع الهويه ديالو وكيتخبط خبطه عشواء وكيرقص الرقصه ديال الطائر المذبوح اللي كيحتضر، والايام ديالو معدودات وكيشوف ان دوله كالمملكه المغربيه بـ 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 بالارشادات الساميه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره، وكذلك الناس اللي كيحبوا هذه البلاد هذه اننا غادي للقدام والناس اخرين راجعين للور. حنا اللهم لا شماته، بلادنا غتبقى غادي للقدام، الصحراء غتبقى في المغرب والمغرب غيبقى في الصحراء حتى يجي يعني الساعه والقيامه.